تسجيلات حرز الله هي الأفضل. يا طار يا عز الجود تبقى دائما، ذكرى المليحة للأوادم دائما، بياق عواد يوم اللقاه وتهاغلا، خيالها والذكور حولها يما، يا بو العبيد يا الغالى بيوم محمد حبيب وحقي بنت فاطمة، نحنا أسود البيت ما احنا جنجلة، عناول المظلوم على حنا نخوية السيف قدام الملا، ومكرمين الناس وهي صايمة، نحنا عباد الله ونحب الصلاة، يا ضيفنا مثل الملوك العظيمة، منا عقيد الخيل يوم المرجلة، ما توردش إلا على راسي النبع، ولنا العباية من الجدود مفصلة، ونحنا بجينا منا ما ينزل دمع، نصبر شبيها النوق يوم ترحلا، ونشرعوها الناس احنا للشارع، ونزلزلت نحنا عقد الزلزلة، والهم هبات عالخيل ما نلبس دري، راس العدا فوق التراب دعدنا، بياع من يشتري يدبش عربة. مساء الخير للجميع، وحياكم الله وكل الاحترام لكم لكل دير الغصون. ما هي ابن غانم ولا ابن ثورة ولا خلية، أنا ابن دير الغصون وحياكم الله جميعا، وإن شاء الله الله بيقدرني وبفرح بالجميع، وأهلا وسهلا فيكم بدون استثناء، العدو قبل الصديق، وأهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. بس الرجاء اللي بالنص بدي النظام، دبش عربية بدها تكون مرتبة. يلا يا حبايب الوسط خلونا اياه، بدنا هالكبار تباري بالساحة. يا حرص الله على التيك توك كل العالم محبوب، ياسح كل المواقع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب،